صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يتأخر عن صلاة الفجر يعتبر من المنافقين، علما بأنه تظهر عليه آثار الصلاح ولكنه ربما ينام عن صلاة الفجر؟ إذا عود نفسه التأخر هذا علامة نفاق، أما إذا غلب عليه النوم أحيانا وهو عازم على القيام هذا ليس نفاقا، هذا يعرض للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة ناموا ولم يوقظهم إلا حر الشمس في أحد الأسفار، فالنوم العارض الذي لم يتعمده الإنسان لا لوم عليه فيه، وأما أنه يتعمد هذا ويداوم عليه فهذه علامة النفاق. نعم.